السلام عليكم. اهو من بداية هجمة يلا ما يخالف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله زينين. جاتيكم في مطاجي، طبعا مقطع الحلقة الخامسة لسلسلة الليلة السوداء، وهذا واحد من خرب عمتك هاجم عليه. اوف دشوف السو، فتح شوارع وانفاق ومجاري هنفتح. دخل المنتصف راح النفط، ولكن النفط اريده للصوبة ماتي. دخل شبقت من قريب دخيل الحمزة، شبقت نوب يريد يقتل الملك مالي. دعوف الملك سهوا قاعد يم الملك، عوفه اخذ الموارد كلها. خليني نشوف هذا صاحبنا قاعد يهجم الشافط، وشوف الموارد اللي عندي من وراء الطريقة اللي علمتكم اياها على النهب. 400,000 و2,000 نبض راعت الطريق. المهم شنو اسمه؟ والله اسمه جاي، جاي له ورايح. اقوم اضرب نفسي بالجزمة يبقى قليل، اقوم اضرب نفسي بالرصاص يبقى قليل. خلينا نشوف صاحبنا شلون راح يهجم. طبعا ملكة وملك ومشروب سم، امزين ما عنده مشاريب، ما اتوقع راح يجيب فتشي. خلينا نشوفه، والله كريم. هو لو عنده مشاريب يمكن يمسحني 3 نجوم، ما ادري، يعني عنده ساحر. دخل المنتصف، التسلة طلعت، ايه التسلة، التسلة اشتغلي. الملك لا، راحت التسلة، انفتحت القرية، فتحت الاكسبو. ما عندي يا اخي، قاعد يتطور الاكسبو. الحمد لله الملكة راحت يسرى، والملك راح بالنص. الملكة اصلا منحرفة، هي اصلا منحرفة. الملك عدل مثل طريقه والخصيب. الملكه ايه، الملكه راحت انتهت، بقى الملك انتهى. الحمد لله اول مره واحد يهجم وما يجيب مني موارد كامله. يس، اول واحد ما ياخذ مني موارد ويعطيني درع. يا حبيبي يا حبيبي، لا هذا صدق شافط. هذا شافط قاعد يهجم، اولا بدون ملكه، ثانيا هيلر وملك وانصايراي، ثالثا خنازير، وشوفوا مشاريب سفعه ما ادري، ومدعوم واحد لو دعميك بتيار سياره مو احسن لك. شوف ايش نزل، شوف الملك انحرف. خلينا نشوف ايش قد ياخذ هذا الشافط، خلينا نشوف ايش قد ياخذ الهيلرات. وين الهيلر؟ الهيلر وين راحت؟ يا الله دشوف شو شوف العمالقة صاروا تشريب. دخلوا للمنتصف وما عنده مشروبات طاقة خلصا. الملك احلى شيء، اي شوف اوه انتهوا. هاي احلى هجمة بسلسلة، احلى هجمة بهاي السلسلة. يعني صب شوف الجيش خراب عقلك على هالجيش. وصلنا هذا الفيديو، طبعا اذا تحبون تشوفون الحلقه السادسه وصلوا اريد مقطع هذا تفجير لايكات. يعني اخر مقطع ما ايش قد وصل، يمكن بال 400 توصلون، هذا 500 ان شاء الله. وصلنا هذا الفيديو، وصلنا اللايك والمفضل والاشتراك. طبعا مو هو حشش تبعي الحلقه، لان يعني هجمات دائما مو مضحكه، بس اخر هجمه واحد شافط. اراكم قريبا، سي ليتر، في امان الله.